خلاله عبر العنوان الأحلام والحالات في تقرير 2016 الثالث والثاني أن كثير من المؤسسات تغيرت بشكل كبير ووقعت وحدثت تغيرات على مستوى الجماهير وعلى المستوى المؤسساتي. المحاماة في المغرب بقيت على حالها. هذا هو الثالث الذي نعانيه ونشاهده، وبالتالي نحن بحاجة إلى تغييرات قانونية ومؤسساتية تخدم مهنتنا فيما يخدم العدالة وفيما يخدم الوطن. والمحاماة شئنا أم أبينا لها مركز وموقع قوي داخل منظومة العدالة. هذا المحور الأول. المحور الثاني هو محور موضوعي. أيضا الثالث هو المتغير موضوعيا. الثابت أن المحاماة كانت دائما في صلب القضايا الوطنية بلمستها النظامية والدفاعية. المتغير أن الديموغرافيا المهنية داخل هيئتنا تغيرت بشكل كبير. نحن لدينا الآن آلاف المحامين على المستوى الوطني، لا يمكن أن نبقى على ما كنا عليه، علينا أن نتغير. يقول مورغنتاون الثقافة هي ما يبقى عندما ينسى المرء كل شيء. تثقيف زملائنا وزميلاتنا حقوقيا وربطهم بقضايا العدالة، وأن يستوعبوا أن نظافة اليد والأخلاق هي الجسر الأساسي والرئيسي لخدمة الوطن ولخدمة العدالة، ودون ذلك تفرغ المهنة من مقوماتها ومن جوهرها. فخور بهذا الحضور، والجميل فيه أنه حاضرين معنا اليوم، بالإضافة إلى المحامين المغاربة زملائنا وزميلاتنا الذين يمارسون داخل الوطن. معنا جملة من الزملاء والزميلات من يمارسون في مختلف دول العالم. معنا من سويسرا، معنا من بلجيكا، من فرنسا، من إسبانيا. لنقارن. المقارنة والتجارب المقارنة هي التي تجعلنا قادرين على أن نقيس هذا المتغير والثابت وكيف يجب أن نتعامل معه. كيف كتلاحظوا بأنه ندوة اليوم هي بعنوان المحاماة بعد دستور 2011 الثابت والمتغير. طبعا الموضوع غيكون بمحاور رئيسية وأساسية، فيها الجانب التشريعي، طبعا فيها الجانب المؤسساتي. عندما أتحدث عن الجانب المؤسساتي بمعنى المؤسسات المهنية نقيبا ومجلسا، نتحدث أيضا عن علاقة المحاماة بمحيطها، علاقة المحاماة بمحيطها الثقافي الحقوقي القضائي، وعلاقة أيضا بالمجتمع بصفة عامة. سنتطرح طبعا في هذه الندوة القضايا الأساسية، الإشكالات الأساسية، أهدافنا، مرامينا، مقاصدنا فيما يتعلق بما نريده لمهنة المحاماة وللعدالة في هذا الوطن الجميل. احنا هذه أول دورة، بمعنى لا يمكن أن نقارن بدورات أخرى، هذه أول دورة بمعنى ما عندناش تراكم، ولكن كنظن بأن قمنا بما ينبغي القيام به وسنقوم بما ينبغي القيام به لنعطي للمحاماة وزنها الحقيقي، ونعطيه الإشارات بأنه المحاماة هي نتاج لهذا المجتمع، هي منه وإليه، ونحن في هذا البلد ملزمون بأن نوفر كل الشروط الضرورية والأساسية للمصالحة مع المجتمع، وهذا الأمر تيقضينا ويخض مضجعنا أيضا لسبب بسيط، هو أن هي شأن المجتمعي ونظرة المجتمع إلينا تهمنا بشكل كبير وبشكل عميق، ونستحضره وسنعمل على ما يلبي رغبة المجتمع في كيف يريد أن يرى المحاماة في المغرب. الدول التي انضمتها اليوم هيئة المحامين بالرباط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يعني كتعكس استمرارية المحامين في أداء رسالتهم النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب. والمحامون على الدوام وهيئاتهم المهنية كانوا دائما في طليعة المدافعين عن القيم النبيلة وعلى مغرب الكرامة ومغرب الحقوق والحريات. وكما كتعرفوا تاريخ المغرب يشهد كبار المحامين كانوا رؤساء حكومات وكانوا رؤساء وزارات، وقدموا تضحيات، منهم من اعتقل، منهم من توفي. يعني تاريخ الإنصاف والمصالحة يشهد بنضالات مريرة قطع المحامون في سبيل استقلالية السلطة القضائية، وأيضا في سبيل استقلالية النيابة العامة، وأيضا في سبيل الدفاع. أنا كنت قاضي سابق
وكنعرف يعني الدور اللي قاموا به المحامون في الدفاع عن النضال القضائي وفي حضور تأسيس نادي قضاة المغرب وفي مواكبة نضالات القضاة والدفاع عن القضاة في المحاكمات التأديبية اللي كانت ذاك الوقت جائرة. الحقيقة المحاماة دائما تشكل واحد الرمز ديال القيم الكونية ديال الدفاع عن حقوق الإنسان. وسمعنا كثير نقاش حول دسترة مهنة المحاماة. أنا شخصيا كنقول أنه المحاماة مدسرة في الدستور المغربي، لأن لما تيقول فصل 120 الدستور على أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم، فهذا يعني أن الحق في الدفاع هو الركيزة الأساسية لمهنة المحامي وجوهر مهنة المحامي، وبالتالي فالوظيفة ديال الدفاع هي مدسرة. وأيضا مادام أن المحاماة تعتبر مرفق عام ديال الدولة، بالتالي وجب أيضا على الدولة، لأن مجموعة ديال الشهادات القضائية محكمة نقد اعتبرت أن المحامون وهيئة المحامين تقوم بنشاط إداري، لأن هي اللي تولات مهام تسيير مرفق المحاماة وتسيير أمور المحامين، وبالتالي فهذه الصفة ديال المرفق العام يجب على الدولة أيضا لا تتخلى عن واجبها في دعم المحامين على الأقل على مستوى تأسيس معاهد جهوية ومعهد وطني للمحاماة، وأيضا الرفع من التعويضات ديال المساعدة القضائية. وأيضا خصنا نعزو دور المحامي كحقوقي كفاعل حقوقي أساسي في مسيرة البناء والتنمية ونهضة الوطن. والمحامين كما قلنا خصنا نأسسوا واحد الفكر ديال ترصيد المكتسبات والدفاع على الاستقلالية، وفي إطار المشاريع الجديدة يجب أن يكون دائما دور المحامي مستنير للعدالة. والمحامي كيقوم بواحد الدور كبير في حماية حقوق المتقاضين وفي ضمان حسن سير العدالة. المحامي ليس فقط كما يقال هو جزء من أسرة القضاء، هو مشارك للقضاء في تحقيق العدالة، وهذه المقاربة المشاركة في تحقيق العدالة هي مقاربة رئيسية في دعم دور المحامين في نهضة الوطن وفي الدفاع على مقدسات الوطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.